الحمد لله حمدا يملا ما بين السماء والارض والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاحبه ومع خالد ابن الوليد بعد اسلامه بعد تحمله اعباء قياده السرايا الاسلاميه بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف خالد بالمهام الجسام والمسؤوليات الكبرى فيثبت فيها كفاءته العاليه وقد ارسله عليه الصلاه والسلام على راس عدد من السرايا وجعله اميرا عليها وكان فيها كثير من الذين سبقوه الى الاسلام فما احدث فما احدث ذلك غرورا في نفسه بل كان مسترضيا لكل ذي فضل وسبق من المسلمين اما المعركه الاولى التي خاضها سيدنا خالد رضي الله عنه في ظلال الاسلام فكانت معركة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة بعيد اسلامه وهي المعركة الدامية التي استشهد فيها القادة الثلاثة تباعا زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم اجمعين وكانت مؤتة تحديا حقا ليس لخالد فحسب بل لكل قائد في ميادين القتال فقد تسلم قياده الجيش المسلم والاعداد الهائله من جنود الاعداء تزحف من كل صوب ولكنه اثبت عبقريته الحربيه الفائقه وقاد المسلمين قياده بارعه استطاع من خلالها ان ينقذ الجيش المسلم الصغير قبل ان يبتلعه جيش الروم الجرار ولقد قاتل يومها قتالا شديدا حتى كسرت في يده تسعه اسياف وفي مؤته سمى النبي عليه الصلاه والسلام خالدا سيف الله وسمى عمله فتحا فقال عليه الصلاه والسلام اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم وفي رمضان من السنه الثامنه نفسها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راس جيش عظيم يقطع الصحراء الواسعه سعيا الى مكه ليفتح اغلاق البلد الامين واختار عليه الصلاه والسلام خالدا رضي الله عنه ليكون احد قواد الفتح المبين وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة من جنوبها من حيث يجتمع مقاتل قريش وقد وصى عليه الصلاة والسلام يومئذ قواده وجنده وشدد في الوصية ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم ونهاهم عن قتل النساء والصبيان وألا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا ولم يلقى المسلمون مقاومة تذكر لم يلقى المسلمون مقاومة تذكر الا ان اصدقاء خالد القدامى الذين بقوا على شركهم امثال عكرمه ابن ابي جهل وصفوان ابن اميه وغيرهم تصدوا له فناوشهم خالد حتى انهزموا فارين. اقبل عليه الصلاه والسلام في كتيبته الخضراء ودخلت جيوش المسلمين مكه من جهاتها الاربع ترفرف فوق رؤوسهم ألوية النصر وتذكر خالد رضي الله عنه انه كان بالامس القريب على دين قومه فحمد الله تعالى على فضله العظيم ان جعله في هذا اليوم من الفاتحين لمكة المكرمة وبعد ان تم الفتح ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا رضي الله عنه الى ما حول مكة ليطهر ما هنالك من الشرك ويهدم العزى وهي من اكبر اصنام الجاهليه. تابع سيدنا خالد رضي الله عنه مسيره الجهاد تحت قياده نبينا وسيدنا الكريم عليه الصلاه والسلام فخرج في غزوه حنين واصيب بجراح في سبيل الله فلما كان العام التاسع خرج مع المسلمين الى تبوك وارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اكيدر دومه الجندل في شمال نجد وكان اكيدر وهذا اسم ملك من الملوك كان ملكا من قبيله كنده فاسره وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فصالحه عليه الصلاه والسلام على الجزيه ثم خلى سبيله وفي السنه العاشره للهجره اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلم ان يعلم خالدا ان الجهاد يمكن ان يكون باللسان كما انه بالسنان فارسله الى نجران للدعوه الى الاسلام فاقام فيهم يعلمهم الاسلام ويعلمهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الاداب العظيمه ثم عاد الى المدينه ومعه وفد من بني الحارث بن كعب ليعلنوا اسلامهم ثم شهد خالد بن الوليد رضي الله عنه في السنه نفسها حجه الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب شعيرات من راس النبي صلى الله عليه وسلم حين تحلل من الاحرام فاحتفظ بها في قلنسوته ليتبرك بها ولتذكره هذه الذكرى الحبيبه فلما توفي النبي عليه افضل الصلاه والسلام صارت القلنسوه التي حملت اثر النبي صلى الله عليه وسلم احب الاشياء الى قلب خالد رضي الله عنه فكان يتفاءل بها ولا يخوض معركه الا وهو يلبسها مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وقد ادى الرساله ونصح الامه وحمل الصحابه من بعده الامانه العظيمه امانه بث التوحيد واشاعه الدين واحقاق الحق في بقاع العالم كله وتسلم الصديق من بعده الامانه فقام بها بكل جداره فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا فجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه نفسه في خدمه الخليفه يضعه حيث شاء ايها الاحبه لا بد لنا قبل ان نختم هذه الصفحه المباركه لا بد لنا وان نقف على العبر التي يمكن ان نستفيدها من هذه الصفحه المباركه فاقول ان التواضع الذي جبل عليه الصحب الكرام كان منهم ملازما لهم وهم مع ما كانوا عليه في تلك الايام مما كانوا عليه من القبائل وغير ذلك من الاشياء التي كانوا يفتخرون بها جاء الاسلام فهذبهم وهكذا يكون المؤمن الصادق متواضعا في غير ذله وصدق من قال واقبح شيء ان يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو على طبقات الجو وهو وضيع فلا بد للانسان ان يتخلق بخلق التواضع وهكذا كان الصحب الكرام وهكذا كان خالد مع ما كان عليه من عزه ومنعه وقوه واعتزاز بالقبليه والقبيله قبل الاسلام لكن الاسلام هذبه فالناس كلهم لادم وادم من تراب القاكم بمشيئه الله عز وجل في اللقاء القادم من هذا البرنامج لنكمل المسيره عن سيدنا خالد وكيف كان جهاده رضي الله عنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته